بيت ثقافة وفنون هو فكرة طلعت معي بضيعتي شبعة لافتقار هيدي المنطقة لكتير من النشاطات الثقافية أو الفنية. أخذت هيدا البيت اللي هو عمره 120 سنة وله مواصفات معمارية لبنانية قديمة تراثية. بيت ثقافة وفنون اللي اشتغلت عليه إنه يكون في مكتبة عامة، يكون في نشاطات ثقافية وفنية، تعليم موسيقى، تعليم رسم، تعليم تقوية باللغات، ورش عمل مسرح أطفال، أي شيء له علاقة بالثقافة والفنون. وجود بيت ثقافة وفنون ببلدة شبعة الجنوبية مساحة حتهم الفنانين والمهتمين بالثقافة والفنون من رسامين كتاب شعراء، لأنه من بعد تجربة أكيد هو فعلاً مكان مريح وملهم.